امتياز يلبي لمسة واحدة هايلة، تبادل كرة مع مزيان، يحاول مزيان هايلة توزيع داخل منطقة العمليات، عاشور يحاول الهدف الأول، برتازا يتمكن من الوصول إلى الشباك أو نعم بالقاسمي، بالقاسمي أمام المرمى وأول أهداف المباراة. الاتحاد الجزائر في الدقيقة 13، ها هي ممتازة العملية، عاشور يوزع كرة منفردا تقريبا بشباك بالقاسمي بعد هذه الهدية وهذه الكرة، وأول أهداف المباراة للاتحاد الجزائر في الدقيقة 13 هي من مزيان، كانت ممتازة بدون رقابة، انفلت عاشور وزع كرة عرضية أمام المرمى، بالقاسمي كان عليه أن يضع القدم ويسجل أول أهداف المباراة. بالمناسبة يفتتح بالقدم ركلة جزاء يقول الحكم الاتحاد الجزائري. حيوسم عبد الله في مواجهة صعبة، حيوس وعبد الله، تاني الاتحاد الجزائر بطريقة جميلة وبثقة عالية يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، نعم على طريقة بن سبعيني. ها هي طبعا بحركة تمويه وبعد ذلك لعب الكرة مباشرة أرضية في شباك في الاتجاه المعاكس للحارس عطا الله، تغيرت النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء للاتحاد من محيوس. الكرة صاحب القدم اليمنى وآخر بالقدم اليسرى، زواري باليسرى بالقاسمي باليمنى، زواري ينفذ قوية وفي شباك بقوة كبيرة، غاضب الحارس عطا الله ولكن مرت الكرة وقوية كانت مباشرة في الشباك، الهدف الثالث في الدقيقة 35. ها هي بقوة باليسرى تحرك الدفاع بحث عن الزاوية الصعبة والجهة اليسرى لمرمى الحارس، زواري بقوة كبيرة مباشرة في الشباك الهدف الثالث، كرة مباشرة في الشباك، لعب زواري داخل منطقة العمليات بالرأس من الدفاع المرة الأولى، يا سلام بحركة جميلة أكروباتية مزيان يحاول الوصول إلى الحارس عطا الله ولكن عطا الله بردة فعل قوية خرج الكرة مباشرة إلى ركنية، كانت رائعة هذه الرأسية من المدافع مزيان بحركة فنية ولكن عطا الله يتفوق ويخرج الكرة بالرأس في الشباك بالعيد، هذه المرة المدافع محول مباشرة إلى شباك الحارس عطا الله، أربعة أهداف مقابل لا شيء، كرة من بالعيد كانت قوية وكانت تبحث عن الذي يضرب بالرأس من بالعيد مباشرة في الشباك، خرج من المضايقة وتمكن من الارتقاء لضرب الكرة بالرأس من زواري دائما، والكرة في شباك الحارس عطا الله، الهدف الرابع للاتحاد، أصبح ثقيلا النتيجة أربعة أهداف، ضربة رأس قوية وأنيقة من بالعيد جوانب فنية، عندما نتكلم اليوم نتكلم عن فريق واحد عن جهة واحدة، لا توازن الموجودة، لا منافسة، خطأ يعود الحكم إلى لعب السقط على الأرض سلامات حتى يطمئن على سلامة اللعب، أمام المدافع أو لاعب وسط الميدان في هذه الكرة، نعم 58 حاليا تدخل من كودري صراع على هذه الكرة،
سلامات على حنين اللاعب الشاب برقم 58 أربعاء ويا فريق للكرة. عطى الله حاول ولكن من الصعوبة بمكان، كان ينتظر بأن الصعوبة ستكون حاضرة اليوم وأن هجوم الاتحاد الجزائري سيكون حاضر اليوم وأن المباراة ستكون صعبة عليه. ها هو الهدف الرابع كيف جاء وكيف كان برأسية مباشرة في الشباك، لا يمكن أن يفعل أي شيء الحارس عطى الله برأسية قوية محولة من بعيد إلى الشباك.